الشهادات العليا والماجستير والدكتوراه معتصمين هم اليوم 99 يوم أمام التعليم العالي، وكل ثلاثة نجى صعد هناي رئاسة الوزراء. إحنا ما نطالب غير بحقوق، الحمد لله. يعني إحنا كفاءات العراق، كفاءات العراق. إذا كفاءات العراق من ماجستير ودكتوراه مفترشين الأرض وقاعدين بهذه الطريقة، يعني العراق شلون راح ينهض؟ شلون راح يتطور؟ شلون راح يتقدم؟ إحنا نطالب رئاسة الوزراء، نطالب وزير التعليم العالي، نطالب أي مسؤول عنده ضمير إنه ينقذ كفاءات العراق من الأرصفة ومن الشباب.